الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بيان حال المدعو علي الجفري الملقب بالحبيب، وقد حذر منه العلماء ومن شركياته وكفرياته التي ينشرها بين المسلمين. لكن احنا الليلة دايرين نبين بعض البراهين والأدلة من كلام علي الجفري التي تدل على أنه يؤصل للشرك وينشر الكفر بالله سبحانه وتعالى، ويؤصل لعبادة القبور وعبادة الأولياء والصالحين من دون الله جل وعلا. الوقفة الأولى مع مدحة، وهم الصوفية بيسموه ذكر، وطبعا يا جماعة ده من باب إلباس الحق بالباطل، وهو من فعل اليهود كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فبيسموه ذكر، وهو في النهاية يحتوي على شركيات وعلى بدع وعلى ضلالات وكفريات. فالجفري ده قاعد مع جماعة من الشيعة بيمدحوا في الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما، بيقولوا في المقطع اللي حتسمعوه الآن: مدد يا مولانا يا حسين، مدد يا أبو زين العابدين، مدد يا مولانا يا حسين. والجفري بيضرب على فخذه، هتشاهدوا الآن، يضرب على فخذه ويقول: مدد يا مولانا يا حسين، مدد يا أبو زين العابدين، مدد يا مولانا يا حسين. الجفري ذاته معه: حسن وحسن مني، أنا من حسن وحسن مني، أنا من حسن وحسن مني، إن أن ينكر وصلت مني. مدد 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 يا مولانا يا حسين، مدد يا مولانا يا حسين، مدد يا أبو زين العابدين، مدد يا مولانا يا حسين، مدد يا أبو زين العابدين، مدد 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 يا مولانا يا حسين. ولا شك أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بغيره وطلب المدد والعون من غير الله جل وعلا شرك أكبر مخرج من الإسلام، لأن الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وربنا وصف وسمى أي زول يدعو غيره إنه كافر من الكافرين. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وأيضا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فدي أول مخالفة وأعظم مخالفة من أعظم المخالفات اللي وقع فيها علي الجفري، أنه يدعو غير الله سبحانه وتعالى. وما الجفري براه، كل الصوفية شيوخ الصوفية الكبار وكل الطرق وكل كتب الطرق الصوفية فيها دعاء واستغاثة ونداء لغير الله وطلب المدد والعون من غير الله جل وعلا. وسبحان الله، صوفية ديل ما يتأمل القرآن، الزول في أي صلاة بل في أي ركعة من أي صلاة، كان نافلة ولا فرض ولا قيام ليل ولا غيره، في كل ركعة بيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فكيف يجوا بعد ذاك الصوفية زي الجفري ده وغيره من شيوخ الطرق الصوفية يعبد غير الله ويستعين بغير الله، زي ما بيقول الجفري هنا: مدد يا مولانا يا حسين، مدد يا أبو زين العابدين. فده شرك بالله سبحانه وتعالى أكبر، يدل على ضلال هذا الرجل المدعو علي الجفري. لكن الليلة المسلمين
غالب إلا من رحم الله بيتعلق بالعواطف وبالأشكال وبالألقاب. مجرد ما شيخ يجيبه في التلفزيون ولونه بشكل معين ولا في العمة ويقول لك كلمتين يقعد يبكي الناس يقول لك هو ده شيخ كبير، ده عالم، ده ولي، ده دكتور، ده بروف، ده غيره. ودي مصيبتنا الليلة، ضيعت الإسلام في كثير من البلدان. والنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بهذه المصائب في حديث كثيرة منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء، يعني بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومنها أيضا ما روى ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الوقفة الثانية، الجفري بيدعو الناس إلى عبادة غير الله، إلى عبادة القبور، لكن بطريقة حسب فهمه هو فنية. كيف يعني؟ بيقول إنه لو هو مشى زار زور صالح في قبره أو في قبته أو ضريحه وألقى عليه السلام وتوجه إلى الله عند قبر أو عند هذا الصالح عند قبره، قال: فأنا أعتقد النفع والضر من الله، وأنا أحسن الظن في الذي زرته، فإن كان على خلاف الذي ظننته فالله سيعطيني. أنا إن زرت صالحا وألقيت السلام عليه وتوجهت إلى الله أنا إن زرت صالحا وألقيت السلام عليه وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى وأنا عنده، فأنا أعتقد النفع والضر من الله وأحسن الظن في الذي زرته، فإن كان على خلاف الذي ظننته فالله سيعطيني. ودي لولوة بتاعت كلام ساكت. وأنا أختصر لك بحديث واحد: ما بيجوز تعبد الله عند قبر رجل صالح وتدعو الله عديل وتستغيث بالله وتعتقد انه قبر الرجل اللي انت بتظن انه صالح ده الدعاء عنده مستجاب، حتى لو دعيت الله، مش دعيت صاحب القبر. اصل لو دعيت صاحب القبر ده انت كافر. ربنا قال: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. كافر لو دعيت غير الله، كفري اكبر، طلعت برا الاسلام. لكن لو اعتقدت انه قبر الزول اللي انت بتشوفه صالح ده الدعاء عند هذا القبر مستجاب، والعبادة عند هذا القبر مفضلة، دي بدعة ووسيلة إلى الشرك بالله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. والحديث جاء في المختارة عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع أنه رأى رجلا كان يجيء عند فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل من تلك الفرجة فيدعو الله. الزول ده بيدعو الله، لكن كأنه كان معتقد أفضلية الدعاء عند هذا القبر. وده قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مش قبر البدوي ولا البرعي ولا المكاشفي ولا القبور اللي بيمشيها الجفري ولا غيره، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلي بن الحسين شافه بيدخل هناك وبيدعو، قال فدعاه فنهاه. والجفري بيتعلق بآل البيت وبالحسين وبأبنائه وبفاطمة رضي الله عن الجميع، لأنه أصلا هو يعني عنده جانب كبير جدا من التشيع الجفري. هذا حديث عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهو نهى الرجل ده فنهاه وقال له: ألا أخبرك بحديث سمعته من أبي أبو دمنو علي بن أبي طالب عن جدي دمنو الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا. ومعنى لا تجعلوا قبري عيدا يعني مكان للعود وكثرة الزيارة، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ده قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاه إنه يعتقد أفضلية الدعاء هناك.
الجفر يقول أنا أمشي قبور الصالحين وأريتهم لو صالحين، هم صوفية ساكت صالحين بتاع شنو؟ ناس بينشروا الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى والبدع والضلالات. ولكن الجفر ده لقى له وسائل إعلام ناس جهل زيه فتحوا له وسائل الإعلام وده محاضرات، وده كان السبب في نشر هذا الرجل المبطل المبتدع الضال داعية الشرك والكفر المدعو علي الجفري. لكن احنا لو لمينا فيه هذا الصوفي لنتفناه صوفة صوفة ان شاء الله تعالى، فده باطل بنص هذا الحديث. طيب الوقفة الثالثة قال اما مسألة ده الجفري ذاته، قال اما مسألة ان يجري الله النفع على يد حي او ميت فهذا أمر يدخل تحت القدرة الإلهية. أما مسألة أن يجري الله النافع على يد حي أو ميت فهذا أمر يدخل تحت القدرة الإلهية. الحي ده ترى هو عرفناه ممكن ينفعك، تقول له يا فلان جيب لي موية، هو حي وحاضر يجيب لك كوز موية يديك له، ده نوع من النفع بالمناسبة. لكن احنا خلافنا مع الصوفية دعاة الشرك والضلال والبدع إنه الأمور التي لا يستطيعها إلا الله دي لا بيقدر لا حي لا ميت، والأمور التي يستطيعها العبد دي الميت ما يستطيعها إلا العبد الحي، لكن الأمور التي لا يستطيعها إلا الله لا حي لا ميت ما يستطيعها. لكن الجفر عقيدته خلاف الكلام ده، هي عقيدة شركية. قال مسألة أن يجري الله النفع على يد حي أو ميت فهذا أمر يدخل تحت القدرة الإلهية. القدرة الإلهية هنا قدرة الله. طيب الله قال سبحانه وتعالى قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هذه يوديه وين الجفري؟ قالوا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام الرسول وحي من الله في النهاية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صدقة جارية ولا الصالح يدعو له وعلم ينتفع به. هذا ده يلا ينفع كيف زي ما بيعتقدوا الصوفية انه زول بعد ما موت يموت يمشي يدعو يقول لنا نزل لنا المطر، يقولوا بنزل لنا المطر، ادينا الجنة يدينا الجنة. ده القصد الجفري الصوفي الضال داعية الشرك والكفر والبدع والضلالات، ده ما ممكن. قام استدل قال بقصة المعراج ان موسى عليه الصلاة والسلام كان سبب في نفع الأمة في تنقيص الصلاة من 50 إلى 5، وانتفاع سيدنا وانتفاع الأمة الإسلامية بتدخل موسى في إشارته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يطلب من ربه التخفيف خير شاهد على ذلك. أول حاجة دي معجزات للأنبياء، ومعجزات الأنبياء لا يقاس عليها أبدا، ما يقاس عليها. تقول لي دي معجزة لنبي، شيخ الصوفية يقدر يعملوا زيهم، لأنه شيخ الصوفية ما أنبياء، ولا في نبي كان صوفي أصلا، ولا في زول صالح هو صوفي في النهاية يعتقد العقائد الشركية أعني تحت الصوفية الموجودة الليلة، فده كله كلام باطل ما يقاس على معجزات الأنبياء. والكلام بتاع الصوفية إنه الأولي بيجيبوا زي المعجزات بتاعة الأنبياء، زي ما قال البرعي ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب، ده كلام شرك وكفر بالله وباطل، لأن ربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وإحياء الموتى كانت معجزة لعيسى، فلا يمكن أن تكون لولي. إذا كان شيخ الصوفية أولياء ناهيك إنه كلهم على ضلال ما أولياء، لكن لو بيقوا أولياء ما ممكن يجيبوا معجزات الأنبياء لمعلومة واحدة. أعظم معجزة شنو؟ الصوفية بيقولوا الأولياء بتاعنا الصوفية بيجيب مستطيعين يفعلوا معجزات الأنبياء. طيب أعظم معجزة شنو؟ القرآن، لأنه صوفي يجيب لنا القرآن بس، أعظم معجزة القرآن. فده كله كلام باطل، ولا يستطيع أحد أن يأتي بآية ولا كلمة واحدة من هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. الوقفة الرابعة قال الجفري يأخذ الإجازة من شيخه بالذكر، زي ما حتشاهد الآن في هذا المقطع. تكرمون علينا شيخ بالإجازة في الذكر، نتبرك بأخذ الإجازة. هل حضرتكم؟ نعم. عشان مجاز، مجاز مدرب. نعم. مجاز. قبلنا الإجازة. أول إجازة شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤمنون بالله ورسوله ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
الله فهو يجهد أما من شرك فإنما يخص على نفسي لو فضل ما أعهدني شيخ اسمه محمد ناظم الحقاني وده صوفي يتبع للطريقة النقشبندية وبتلاحظ الآن الجفري بيقول له دار ناخد منك الإجازة في الذكر إذا قلنا الرقيص بتاع الصوفية ده هو ذكر الله فرضا هل ذكر الله دار له إجازة من شيخ؟ الله قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ربنا قال اذكر الله ذكرا كثيرا الله ادانا الاذن يعني الا تاخذ اذن من شيخك عشان تذكر الله ده باطل ودي بدعه في حد ذاتها لكن لانه ذكر الصوفيه وذكر الجفري وكل الصوفيه ده ما ذكر الله هم سموه ذكر من باب تسميه الاشياء بغير حقيقتها زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ياتي اناس في اخر الزمان يشربون الخمر قالت عائشه كيف يشربونها وقد بين الله ما فيها قال النبي عليه الصلاه والسلام يشربونها يسمونها بغير اسمها فالصوفيه الرقيص والجمباز وحركه السيرك العالمي بيسموه ذكر ده ما ذكر النطيط اللي بيعمله الجفري البليد ده ما ذكر وما يغشك الجفري بالبوكا بتاعه وبيجضومه يغشك عرفت كلامي ما يغشك الكلام ده زولع والله الذي لا إله غيره الجفر ده على ضلال وينشر الشرك وينشر البدع في أمة النبي عليه الصلاة والسلام طيب فهذا باطل وشيخ ناظم الحقاني ده زول مجرم وزول مبتدع ساكت بتاع رقيص بتاع جنباز وده كلهم بتاعين بدع وما في حاجة اسمه تصوف ولا في حاجة اسمه شيخ طرق صوفية في الإسلام ما زي ما قال اسماعيل عثمان رئيس انصار السنه لما سالوه عن الصوفيه قال التصوف موجود داخل القران وينه؟ الدنيا ايه كان انصار سنه ولا صوفيه؟ ايه واحده قالت ابقوا صوفيه حديث واحد من النبي صلى الله عليه وسلم قال ابقوا صوفيه ما في اما قصه اهل الصفه يعني كانوا عاملين زي عريشه ظل قاعدين تحته في اخر مسجد النبي عليه الصلاه والسلام او في جانب المسجد دي اسمها الصفه مش الصفه صوفيه طيب الوقفة الخامسة الجفري بيقول أحمد الرفاعي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام في القبر والنبي رد عليه السلام كالبيتين اللذين أنشدا وهما للإمام أحمد الرفاعي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به عندما وقف أمام الشباك الأعطر وفي قلبه وروحه من الشوق ما فيه وألقى السلام على سيد الأنام قائلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فسمع الرد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي قال له عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا جد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي فأخذ ذوق سماع الرد بكليات الإمام الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به فنطق لا بناطق الإحساس الظاهر الذي يبرد ويفنى بعد قليل لكنه نطق بناطق تهيج المشاعر تهيج الذوق الذي تنتجه البصائر فأنشد وهو غائب الحس يقول في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه نوبة الأشباح أي الأجسام قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي فإذا باليد الطاهرة تخرج أمام الناس وأعينهم ومرآهم ويقبلها الإمام الرفاعي أمام الناس فقال أحمد الرفاعي ده بتاع الطريق الرفاعية ودي طريقة عندها شركيات وضلالات كبيرة جدا جدا قال أحمد الرفاعي قال للرسول السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا جدي ومنول قال لك جدك عندك رغم وطني كذاب والجفري ذاته كذاب فقال له عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي شوف أي شيخ طريقة صوفي بيقول أنا ود الرسول جدي يقول لك ابن فلان للصقلية اسمها ساكن محمد للصقلية يقول لك ابن فاطمة الزهرة كذاب كذابين كلهم
يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام حسم المسألة دي حسمها، قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي. وفي رواية قال لا تأتوني بأنسابكم يوم يأتيني الناس بأعمالهم. وقال لها لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى ما في صوفي يتلصق ساكت بالكذب، غير عملك بعد رحمة الله ما بينفعك يا صوفي يا بليد. طيب وكذاب، الرسول ما بيتكلم من جوه القبر يسمع الزول، وإلا ده يحتاج دليل. قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنوه مات، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يا جفري اسمع الآيات دي، انت ما قاعد تقرأ القرآن، ما فاضي من الرقيص مع الشيعة ومع الصوفية. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. الآية، والآية دي لما قرأ أبو بكر الصديق على الصحابة وفيهم عمر رضوان الله على الجميع، قال عمر فما كادت رجلاي تقلني حتى سقطت على ركبتي وكأنها أنزلت الآن، وصار الناس يتلونها في الطرقات وكأنها أنزلت الآن. ولو كان حي وبيتكلم مع الناس البرة دفنوا لي، والصوفية ذاتهم البشوا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الرسول أصلا حي يبقى ما مات يعني بيمشوا قبره ليه؟ يبقى ما في. وكل شيخ طريقة صوفية تجانية وسمانية وختمية وقادرية ورقينية وغيره، كل شيخ طريقة بيقول الرسول بيجينا في الصيلون في الديوان بتاعنا. طيب معناته ما في القبر؟ هم بيمشوا يزوروا شنو لما يمشوا يزوروا هناك؟ هذا الكذابين ومتناقضين. والجفري ده زول والله مجرم مجرم، ولا يجوز لأحد من المسلمين يستمع له أبدا. طيب فكذاب. النقطة السادسة، الجفري بينجر حديث من راسه براه كده، وكمان حديث قدسية. يقول قال تعالى، الجفري يقول في هذا المقطع قال ربنا قال يا عبدي أعبدني، إلى أن قال فأطعني يا عبدي أهبك تقل للشيء كن فيكون. عبدي إنني أنا الله أقول للشيء إذا أردته كن فيكون، فأطعني عبدي أهبك أن تقول للشيء كن فيكون. ودي من أخطر ضلالات الجفري والصوفية، لأنه بيعتقد أن شيوخهم بيقولوا للحاجة كن للشيء كن فيكون، يعني داري يبقوا شيوخهم في يعني مقام الإله آلهة مع الله سبحانه وتعالى. وربنا قال إنما أمره وإنما دي أداة حصر. يا جفري يا ما بتعرف لغة عربية بليد، إنما أمره أن يقول إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده عقيدة يعتقدها أي مؤمن في الله سبحانه وتعالى، إن يقول للشيء كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ده الله، ما ممكن الجفري ولا صوفي يصل هذه المرحلة، ما في حديث زي الجفري. كذاب، انت تكذب على الخلق وتكذب على الرسول وتكذب على الله كمان يا جفري يا صوفي يا مجرم. الوقفة السابعة يا اخي، كده قبل الوقفة السابعة، لو الصوفي شيخ صوفي بيقدر يقول للشيء يكون فيكون. يا جفري يا صوفي قول لي فلسطين كوني من غير اليهود فتكون، مش خدمة قدمها للإسلام؟ قول يا مسلمون كونوا أقوى من أمريكا وإسرائيل نبقى أقوى من أمريكا وإسرائيل، ولا ما هو كده؟ ده كلام باطل وكلام فارغ ساكت. الوقفة السابعة، الجفري يقول الولي يعتقد الجفري أن الولي يخلق الجنين في بطن أمه، وقال الجفري اللي يقول بلا أب من العلماء قال ويخلق إنه الولي يخلق الجنين في بطن أمه بلا أب وبلا أب ولا أم. ياء عند الجفري يخلقون. الشيخ الجفري يزعم أنه بإمكان الولي أن يخلق طفلا في رحم امرأة بلا أب، وأن هذه المسألة من مسائل الخلاف، وأن الذين منعوا ذلك لم يمنعوا لعدم الإمكانية، وإنما منعوا تحرزا على الأرحام، وإلا
فإمكانية ذلك موجودة. الولي أنا حتى استغربت بترك رسالة قشرية لك عش التصرف والتفويض حتى إيجاد بدون وفي كتاب آخر يقول حتى بدون أب ولا أم. شوف اللي يقول بلا أب ولا أم واللي يقول بلا أم اللي يخالفهم مش يخالف لأنها مش ممكنة. هي هذه يقول لك ليش ممكن الله يعطيه القوة دي، بس إيش اللي خالفوهم؟ ليش خالفوهم؟ إيه؟ تحرزان على الأرحام. ما يجي وحدة تزني وتقول كرامة ولي وأنا طلعت ولدت. نعم. من أجل هذا بس اللي قاله ممنوع. والله لا ممكن. ممكن. لا يعني ممكن يجدون أشياء يعني يخلقون أشياء من. مش يخلقون. بإذن الله. بإذن الله. يخلقون أشياء. ممكن. بإذن الله الله قال تبارك الله أحسن خالق نسب الخلق للمخلوق له. تمام. يعني ممكن أنا. ممكن. ممكن. ممكن أحسن ليه؟ الخالقين الله أثبت كلمة الخلق للبشر كإيجاد ومن أحيا ومن أحيا كأنما أحيا الناس كأنما أحيا ومن أحيا كأنما أحيا الناس أثبت نسبة الإحياء للمخلوقين. نحن مش مسألة النسبة، نحن مسألة إيش؟ هل ممكن أنا مو مسألة جزئية مش في العموم أنت الآن تتكلم. الولد والأم باب المجاز مو مجاز. هذه فيها خلاف وسبب الخلاف أن الذين منعوها تحرزا من الزنا. قال دفيو خلاف بين العلماء. قال يا علماء إلا كان البرعي والمكاشفي أو الجفري والنقشبندي، لكن علماء الإسلام الإمام مالك وأبو حنيفة وكذا ديل بيقولوا أي زول بيعتقد العقيدة دي كافر ما في خلاف يا زول. والجفري اللي بيتشدق بهم في القنوات الفضائية المفتوحة له من قنوات الجهلة اللي بيجي يقول لك اختلف العلماء، ما قاصد علماء الإسلام، قاصد علماء الصوفية. ده الموضوع. وإلا ما في عالم بيختلف مع عالم إنه غير الله بيخلق. ربنا قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ الله قال كده. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله قال لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ما في خالق غير الله أبدا ما في. فده عقيدة شركية وكفرية. الجبري قام مشى قدام قام يستدل على صحة الكلام ده، قال ربنا قال فتبارك الله أحسن الخالقين، قال فربنا نسب الخلق للعباد لأنه قال الخالقين. يا جفري أنت ما بتعرف لا لغة عربية لا جغرافيا لا دين لا قرآن لا أي حاجة. ده من باب التفضيل الذي ليس للطرف الآخر منه شيء، ده معروف عند علماء اللغة العربية. فلما قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، ما معناته في خالقين بخلقه مع الله أبدا. وإلا أبو جهل وأبو لهب والمشركون الأوائل ما كانوا بيعتقدوا إنه غير الله بيخلق. جو الصوفية الليلة أمثال الجفري والبرعي وغيرهم قالوا غير الله بيخلق. الله قال المشركين الزمان الكفار ذاتهم الكبار قال كان بيقولوا الخالق براو وما في غير الله أحد بيخلق. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. دل المشركين الجفري يقول غير الله بيخلق والولي يخلق الجنين في بطن أمه، والله ده كفر وشرك ما بعده شرك أبدا. قال العلماء قال خالفوهم لا لشيء إنما خالفوهم تحرزا على الأرحام ومشى قال فقط حفظ لنسب المسلمين. قال العلماء قالوا يعني غير الله ما بيخلق هم عارفين يعني معنى كلامه إنه ممكن يخلق غير الله ممكن يخلق، لكن قالوا كده عشان يحفظوا قال أنساب المسلمين وتحرزا على أرحام النساء المسلمات. أسد دليل دروا مني الجفري يا صوف يا بليد يا أحمق. الوقف رقم 8 الأولياء تصرفون في الكون، وقال الدليل بتاعه إني جاعل في الأرض خليفة. الشيخ الجفري وقدرات الأولياء. الأولياء عند الجفري يتصرفون في الكون، بل إن الشيخ الجفري يعطي أولياء الصوفية قدرات تفوق قدرات الأنبياء التصرف في الكون. الله أعطاهم مقدرة، من ضمن هذه المقدرة أنه يعطيهم تصرف. احنا اتفقنا في الكلام من البداية أن الإنسان إيش خليفته؟ خليفة الله في الأرض، أني جعله في الأرض خليفة. إيش وظيفتك لما أنا أقول لك أنا يا شيخ محمد أنت خليفتي في الدار لما سافر، إيش وظيفتك؟ ولا أنا في الدار بس أنت خليفتي في الدار، إيش معنى كلمة الخليفة؟ متصرف. هذا المقصود من خلافة، والذي يحقق حقائق الخلافة ويصلح مع الله تعالى يصلح في الله. يا أخي الحديث واضح، ولئن سألني يعني اللي يبغاه ولا لا في الأصل. طبعا تفسير الشيخ الجفري لمعنى الاستخلاف من مفردات الشيخ الجفري الذي لن تجده عند غيره، فمن من المفسرين لكتاب الله تعالى فسر الاستخلاف في الأرض بمعنى تصرف الأولياء في الكون.
قد لا تصدقون إن قلت لكم بأن أولياء الصوفية عند الجفري يتصرفون ليس في الدنيا فحسب، بل في الدنيا والآخرة والجنة والنار، ويدخلون النار من شاء ويدخلون الجنة من شاء، ولهم التفويض على تقطيع الجنة كيف شاء. إيش بدل الله؟ هل الله بس ملكه محصور في الكون هذا اللي نعرفه في الدنيا والآخرة بس؟ وكما يعني تصريف الكون إذن محصور في الدنيا، يعني الدنيا والآخرة كلها، الكون هذا اللي نعرفه كله، هل هو كل ملك الله؟ لا لا لا، أقول على التصريف الولي، تصريف الولي حتى في الآخرة، حتى في الآخرة، حتى في الجنة وفي النار، لو ربي جعل ولي يدخل اللي يبغاه الجنة. فلو قال لكم أنه ولي، ربي خلى الجنة يقطع له على كيف يقطعها، والآخرة والدنيا وكله، بترجع بتقول ليش بقى ربي؟ فماذا أبقى لله؟ يقولوا كده. نعم نعم، أقولها أقولها بعزة المؤمن، ماذا أبقيت لله تعالى؟ أما قال الله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ده قال الدليل، وفسر براءه من راسه الجفري، لأنه الهوى ضربه طبعا، ولقى الغنوات مفتوحة له، غناة البحرين الفضائية وغناة شنو، فسنجر من راسه. قال جاعل في الأرض خليفة، قال الآن لو قلت لك أخلفني في البيت، معناته قلت لك اتصرف في البيت. يا أخي التصرف في البيت ده ما يستطيع الإنسان، لكن أنت دار تستدل بهذه الحجوة إنه زول يتصرف في البيت بزول يتصرف في الكون بتاع الله، ينزل المطر، يخلق مع الله سوا، يجيب الصيف وقت الشتاء، يقلب الشتاء وقت الربيع، يجيب الربيع وقت الخريف، عرفتها؟ ممكن لو زيج ساي الولي ده المرأة ما عمت له الشاي، ممكن يجر السماء يدقها مع الواطة. ده التصرف في الكون؟ ده ما التصرف في الكون؟ ده تستدل به على واحد قلت له تصرف في البيت وجيب الكوز وودي المويه وجيب الشاي، ده دليلك على زول يتصرف في الكون؟ ما في زول يتصرف في الكون ابدا ابدا، لانه ربنا سبحانه وتعالى اختص بذلك وحده تبارك وتعالى، حتى الرسل ما يتصرفوا في الكون. ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الامر شيء. تقول لي ولي يا جفري ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ده الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر، وربنا سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فأنا ما أصور زول يعتقد عقائد زي دي والقنوات مفتوحة له، ويستضيفوه بالسودان اللي ما دي جاي، ويستضيفوه وين، وهو داعية شرك وداعية لعبادة القبور وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ما في أحد يتصرف في الكون أبدا، ولو كان أحد يتصرف في الكون اللي يمنعون من الرد على الجفري شو خصوفية اللي بيتصرف في الكون ديل يستطيعوا؟ ما يستطيعوا أصلا، يقولوا كلام باطل وكلام فارغ. أما معنى الآية إني جاعل في الأرض خليفة، قال البغوي: والصحيح أنه خليفة الله في أرضه، لكن لشنو؟ لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه. إقامة أحكام الله عز وجل من التوحيد أهم حكم، باقي أركان العبادات الصلاة الصيام الزكاة الحج الحدود الشرعية غيره، وينفذ وصايا الله سبحانه وتعالى والأنبي والنبي صلى الله عليه وسلم. ده معنى خليفة، مش خليفة يتصرف في الكون. وقال ابن كثير: خليفة قوما يخلف بعضهم بعضا، أي قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، يعني الجيل ده مات بيجي جيل بعديه. هذا معنى الاستخلاف، مش الاستخلاف الله قال لهم يتصرفوا في الكون، نزلوا المطر وأدوا الزرية وأخلقوا مع الله. طيب ربنا رسل الرسل ليه؟ مشان يحارب الشرك اللي هو أقل من شرك الجفر اللي بدعوا له ده، وإن كان ذاك شركي برضو بخرج من الملة. النقطة الأخيرة، الجفري بنجر من راسه براو، قال المولد ما بنقول مباح بل هو سنة مؤكدة، والدليل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ده الدليل، المولد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤكدة، المولد سنة مؤكدة، لا نقول مباح، المولد سنة مؤكدة. ما هو المولد؟ المولد عبارة عن فرح بالله ورسوله. ما حكم الفرح بالله ورسوله؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، الله أمرنا بالفرح، وذكر أهل التفسير فضل الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله، ورحمة الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. الاحتفال بالمولد، ذكر مولد النبي، احتفال بمناسبة مولد النبي سنة. وين المولد؟ دي الآية يا جفري يا صوفي،
طلع لنا منها المولد. تنازل بلعب ولا شنو؟ ده زي واحد قال لي استدل لي على وجوب صلاة الظهر فقال يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. زي ده كده، ده براء في اليمين وده ماشي براءه في اتجاه تاني، ده كلام باطل وكلام فارغ ساكت. وينون الدليل انه في مولد في هذه الآية وانه المولد سنة مؤكدة؟ لو كان سنة مؤكدة لما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الجفري الصوفي ده الذي لا يفقه شيء في الإسلام أبدا ولا في التوحيد ولا في الدين ولا في الفقه ولا في العلم، بس هو الكذاب ساكت، عرفته؟ لو كان أصلا سنة مؤكدة الرسول ما فعل، كيف تكون سنة مؤكدة؟ ولا أمر به ولا رأى إنسانا فعله فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مولد الآن رقيص والشيء الحاصل فيه ده ما أصلا ما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الأئمة الخلفاء الأربعة، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وأنكروا العلماء كالمالكية وكغيرهم. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه. صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: خرج رجل في إحدى القنوات الفضائية يسمى الجفري ويدعي أنه صوفي معتدل ويلمز هيئة كبار العلماء وأنهم رفضوا. صوفي منحرف أو معتدل، صوفي منحرف قبوري والعياذ بالله. نعم، يقول سلمك الله أنه زعم أنه معتدل. نعم، ما في شك الواحد يبي يمدح نفسه. نعم، ولمز هيئة كبار العلماء وزعم إبليس أنه إبليس ماذا قال لآدم؟ قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس يقول لآدم وحواء أنا لكم من الناصحين، وهذا ما هو بعيدا عليه، يقول أنا معتدل وأنا أي. نعم، العبرة ما هي بقولها، العبرة بأفعاله، هو ما يقوله وما نعم عقيدته الخبيثة. نعم، من يقول أن الأولياء يتصرفون فهذا كافر، كافر لا شك فيه. سبحان الله، الأولياء يتصرفون، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ربه ليس لك من الأمر شيء فكيف يقال أن الأولياء يتصرفون؟ كذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الناس جميعا أولياءهم وغير أوليائهم هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة، كما أخبر سبحانه وتعالى، وكما قال أيضا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن فالذي يقول أن الأولياء لهم تصرف هذا كاذب، هذا مفتري، هذا يريد أن يشيع الشرك ويريد أن يقرر الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نقول بقول الله، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.